مرحبا، يعطيكم العافية. معكم صايب حكيم من فريق اي تيم. ان شاء الله اليوم رح نشرح اول موضوع بالديسكريت، واللي هو الجمل البروبوزيشن والنت بروبوزيشن. اول اشي لازم نعرف شو معنى البروبوزيشن. البروبوزيشن هي جملة تحتوي على معلومة، يا بتكون صح او خطأ، يعني ما في اي حالة اخرى، يا بتكون تعطيك جواب ترو او فولس، ما فيش اي شيء ثاني. يعني لو حكينا مثلا هون باول جملة زي ما احنا شايفين today is a friday، هاي الجملة تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ. كيف؟ لو اليوم الثلاثاء فأكيد اليوم ما حيكون فرايدي، فهاي الجملة حتكون غلط. تمام؟ لو اليوم فرايدي هو وفعلا هو فرايدي، فهاي الجملة بتكون ترو، جوابها صح أو غلط، ترو أو فولس. واحد زائد واحد يساوي اثنين، هاي الجملة أعطتني جواب صح، فإذا هي جملة بروبوزيشن. اثنين زائد اثنين يساوي ستة، هاي الجملة أعطتني جواب غلط، بس بالآخر أعطتني جواب اللي هو يا صح يا غلط، فهاي الجملة تعتبر بروبوزيشن. الجمل النت بروبوزيشن سؤال، بيكون بالعادة بيكون سؤال أو تعبير، ما بعطيني لا صح ولا غلط، يعني أنا ما بأخذ منه معلومات. مثلا where are you، تمام، where are you يعني أنت وين. هاي الجملة ما أعطتني صح أو غلط، لما بدأ أجاوب راح أجاوب مثلا أنا بالجامعة، بس ما أعطتني صح أو غلط، ما بقدر أعرف منها أي معلومة كصح أو غلط، معلومة نهائية. تمام؟ X زائد 2 تساوي 5، برضو هاي الجملة ما بقدر أعرف إذا هي صح أو غلط. لو X مثلا 3 حكى لي إنها 3 بتكون جملة صح، هيك بتصير بروبوزيشن. أو X أي رقم ثاني أعطاني، هيك بتكون بروبوزيشن، بس هي بهاي الحالة وهي هيك أنا ما بعرف شو قيمة X، فما بقدر أوصل لجواب نهائي. هاي هي فكرة بسيطة عن شو هي جملة البروبوزيشن، نعرف فكرتها، نعرف إيش هي. هسا بعد البروبوزيشن عندي لوجيكال أوبريتورز. شو اللوجيكال أوبريتورز؟ هسا رح نتعرف عليهم واحد واحد وكيف بستخدمهم وإيش هم. أول لوجيكال أوبريتورز اللي هو النت، من اسمه يعني مبين نفي، نفي للإشي. كيف بدي أنفي الإشي؟ لو نفرض إنه بي اللي هي جملة بروبوزيشن، تمام، يعني يا جوابها حيكون يا صح يا غلط. بي تحكي لي إنه هي today is Friday، then not البي لما تكون البي معكوسة إيش حيكون؟ today is not Friday. بس هاي فكرة النت، إنه بكون معكوس الإشي. لو بدي أجي أمثلها على جدول الحقيقة أو التروث تيبل، كيف راح أمثلها؟ باجي بحط البي، نعم، او بي، ثواني نضبطها، باجي بحط بي او نتل بي، باخذ كل احتمالات البي. شو احتمالات البي؟ يا بيكون اليوم فعلا فرايدي ترو، يا بيكون هو فعلا مش فرايدي، يعني بيكون مثلا يوم ثلاثاء فهو فولس. تمام؟ شو نتل بي؟ ايش عكس الترو؟ فولس. ايش عكس الفولس؟ ترو. بس بدي اعرف كيف بحول من بي لنتل بي. هاي اول اوبريتر اللي هو النت، النفي عكس الاشي. ثاني اوبريتر اللي عندي اللي هو الاند. الاند ايش هو؟ الاند اشي بيجمع بين شغلتين لازم الثنتين يكونوا صح بنفس الوقت. كيف يعني؟ يعني بحكي لي let، يعني خلي بي ايش هي بي؟ جملة بروبوزيشن today is Friday. today is Friday الجملة هاي بتحتمل تكون يا صح true، تحتمل تكون true or false or false. تمام؟ وكيو برضو كمان جملة بروبوزيشن تحتمل الصواب او الغلط، today is raining يعني يا رح تكون اليوم فعلا بمطر او ما بمطر. فبحكي لي then B and Q مع بعض الجملة هاي والجملة هاي مع بعض today is Friday and it's raining today، لازم يكون الثنتين متحققات مع بعض، يعني لازم يكون اليوم الجمعة ولازم يكون اليوم بمطر. كيف نمثلها على شكل truth table؟ بنعمل B وبنعمل
كيو، تمام، وبنعمل بي اند كيو. بي اند كيو بدنا ناخذ كل الاحتمالات. كيف بدنا ناخذ كل الاحتمالات؟ هسا انا راح اوزعهم، بعدين راح اعطيكم القاعده. يا بتكون بي ترو ترو، هسا راح نحكي القاعده بعد ما نوزعهم. فولس فولس ترو فولس ترو فولس ترو فولس. هسا انا هيك اخذت كل الاحتمالات. ليش؟ هسا راح نعرف ليش وزعناهم هيك، بس خلينا نخلص الجدول، نرتب الجدول اكثر. نوقف الفيديو، تمام، بس رتبنا الجدول اكثر ونكمل. هسا ليش اخذت هيك احتمالات؟ بس نكمل الجدول راح نعرف ليش هيك. طبعا انا هيك حصرت كل الاحتمالات الممكنه. كيف؟ هسا راح نعرف بعد شوي كيف اذا كانوا اكثر من بي وكيو. ممكن يكون مثلا عندي ار، اي بروبوزيشن يعني ثالث او رابع، راح نعرف هسا بعد ما نخلص الجدول. هسا ترو اند ترو، ترو اند ترو، احنا حكينا الان لازم يكونوا الثنتين مع بعض صح. اذا كانت واحده منهم غلط، يعني لازم يكون اليوم فرايدي واليوم بمطر. اذا كان واحد من الشروط مش متحقق، فمعناته البي اند كيو هاي راح تطلع جوابها غلط، فولس. فاليوم today is Friday and today is raining، فهاي الجملة true لأنه الثنتين تحققوا. today is Friday بس اليوم مش ما بمطر، today is not raining، فهاي الجملة راح تكون false. ليش؟ لأنه الشرط الثاني ما تحقق. today مش Friday is not Friday بس بمطر، برضو false. ليش؟ لأنه واحد من الشروط اختل، لازم الشرطين مع بعض يتحققوا، اللي هو today is Friday and it's raining. today مش فرايدي ومش ريننج، فاكيد هي فولس. هسا انا نعرف كيف وزعنا هدول. هسا لو نتطلع انا كم عندي جملة بروبوزيشن هان بالسؤال، عندي بي وكيو، فالقاعدة بتحكي لي 2 قوة ان. شو ان؟ عدد جمل البروبوزيشن. يعني كم عندي جملة بروبوزيشن؟ عندي 2 قوة 2. 2 قوة 2 شو بتساوي؟ بتساوي 4، تمام. فراح يكون عندي جدول من 4 خانات، هاي 1 2 3 4. كيف بوزع؟ كيف بوزعهم؟ بوزع اول واحد بالنص تماما. كيف يعني؟ باخذ اول ثنتين ترو، بعدين بعديها ثنتين فولس، بعدين بقسم على 2، تمام. بصير بدل ما اوزع 2 يعني ثنتين ترو ثنتين فولس، بوزع واحدة واحدة لاني قسمت على 2. هسا لو مثلا كان عندي 3 بروبوزيشن، يعني بتصير عندي 2 قوة 3 بتساوي 8. لو نعمل جدول ثماني هيك راح اوزعهم 1 2 3 4 5 6 7. راح اوزع ترو 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 ترو، فولس 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 فولس، تمام. بقسم على 2، كم راح يصير عندي ترو؟ كيف راح اوزعهم؟ هون وزعت 4، هون راح اوزع 2، يعني ترو ترو، فولس فولس، ترو ترو، فولس فولس. بضل اللي هو البروبوزيشن الثالث بوزعه وحدات ترو فولس ترو فولس الى اخره. كل مره كان عندي 4 وزعت 4، تمام. ليش 4؟ وزعت بالنص، عندي 8، راح يكون عندي 8 خانات، بقسمهم بالنص وبوزع 4 ترو 4 فولس، بعدين بقسم الاربعة 2، بوزع 2 ترو 2 فولس، 2 ترو 2 فولس، بعدين اخر اشي برجع بقسم على 2، اللي هو بضل عندي راح اوزع واحدة بوحدة، مرة ترو مرة فولس. هاي فكرة كيف توزع الجدول. فكرة منيحة مهمة، لانه مش شرط دائما يجيب لك بس جملتين بروبوزيشن، راح يجيب لك اكثر اذا بدك تحل على تروث تيبل. بس لقدام ان شاء الله راح نعرف كيف ما نحل على تروث تيبل ونختصره على القواعد. هسا عندي الاور. الاور بحكي لي انه لازم واحدة منهم يتحققوا من جملتين البروبوزيشن. فعندي البروبوزيشن بي بحكي لي today is Friday، تمام، والبروبوزيشن كيو بحكي لي today is raining. فبحكي لي today is Friday
أو اليوم بمطر أو it's raining. يعني لازم بس واحدة من هذول التنتين، واحدة يا هاي يا هاي، يتحقق عشان يعطيني الجملة كاملة جوابها صح. كيف تمثيلها بالتروث تيبل؟ راح نرسم B و Q و B or Q B or Q. كم بروبوزيشن عندي أنا؟ 2، فتبعا للقاعدة 2 قوة 2، 2 قوة 2 بساوي 4، فراح أوزع الأربعة على النص، تنتين ترو تنتين ترو تنتين فولس. بعدين بقسم على 2، 2 تقسيم 2 اللي هي 1. طبعا الاثنين اللي بقسم عليها أنا اللي هي عدد التقسيم الأولى، تنتين ترو تنتين فولس، برجع بقسم على 2 أجيب تقسيم جديدة اللي هي راح تصير واحدة ترو واحدة فولس، ترو فولس ترو فولس. ترو اور ترو بدي بس واحدة منهم تتحقق عشان هاي الجملة كاملة تكون صح. فالثنتين صح، ترو today is Friday and today is raining، فهاي جملة صح. Today is Friday بس today is not raining، صح هاي الجملة؟ صح. ليش؟ لأنه أنا بكفيني واحدة تتحقق. Today is not Friday بس today is raining، فهاي الجملة صح لأنه تحققت عندي واحدة من التنتين. نرجع نعيد، بس الأور لازم واحدة تتحقق من التنتين عشان جوابها كامل يكون صح. Today مش Friday وtoday ما بمطر، فهاي الجملة راح تكون is false. ليش؟ لأنه ما تحقق عندي ولا واحدة. نسينا نحكي شغلة، إنه النت بيكون بس المدخل إلها بروبوزيشن واحد، يعني بس today is not Friday كان عندي هون زي ما احنا شايفين بروبوزيشن واحد. الاند والاور لازم اثنين، النت بس عندها مدخل واحد، الاند والاور عندها اثنين، والامبليكيشن اسف الامبليكيشن برضو عندها مدخلين. بس شو الامبليكيشن؟ هسا راح نشرحه ونعرف شو هو الامبليكيشن. هو بحكي لي اول اشي ناخذ المثال عشان نفهم شو هو ونحكي شو هو. بحكي لي let proposition b انك انت اذا جيب بدك تجيب 100 بالفاينل، proposition q انت راح تجيب a. فبحكي لي if you اذا انت جبت 100 بالفاينل تمام you will get an a. يعني هاي جملة if، جملة شرط، اذا انت جبت 100 اذا تحقق البروبوزيشن الاول تمام راح انت راح تجيب a. if you get 100 then you will get an a. كيف نرسمها بالتروث تيبل؟ هاي جملة يسموها implies او implication، انا مش عارف نحكيها هاي جملة implies. كيف نرسمها بالتروث تيبل؟ هي جملة شرطية زي ما حكينا، فهون b imply q. كيف التوزيع؟ زي ما حكينا true true false false، وهون true false true false. كيف هسا نشوف الجواب النهائي اذا صح ولا لا؟ خلينا نركز فيها شوي. اذا انت جبت 100 فانت اكيد حتجيب a، هاي جملة صحيحة طبعا صح. اذا انت جبت 100 في الفاينل انت حتجيب 100. هسا نترك الجملة هاي وهاي، نيجي هون. اذا انت ما جبت 100 بالفاينل فهذا الاشي عادي انك ما تجيب A، صح؟ صح، لانه انا ما جبت 100 بالفاينل، ممكن انا اكون جبت 50 فما جبت A، هالاشي صح. طب اذا انت ما جبت 100 بالفاينل بس جبت A، هالاشي صح ولا لا؟ نفكر فيها شوي. انا افرض ما جبت 100 بس جبت 99 ونزلت لي A، فيها مشكلة؟ ما فيها مشكلة، لانه انا ما جبت 100 بس جبت 99 اللي هي علامة بتخليني اوصل A. فهون انا ما جبت 100 فطبيعي انه ما اجيب A، عادي مزبوط. او ما جبت 100 طبيعي اجيب A مزبوط. ليش؟ لانه ممكن اجيب 99. هسا اذا انا جبت 100 تمام، اذا انا جبت 100 بالفاينل بس ما جبت A، هل اشي بزبط؟ لا،
إذا أنت تجميعك الفاينل 100 كامل مستحيل ما تكون جايب إيه، فهالإشي مستحيل، فهاي الجملة بتكون خطأ. ليش؟ لأنه أنا إذا جبت 100 غصبا عني راح أكون جايب إيه. تمام، الامبلاي فكرتها سهلة، وهي طبعا بنركز عليها أكثر إشي بالأمثلة بالحل لقدام إن شاء الله. الإكس أور جملة يعني نفهمها بالمثال أحسن. كيف؟ نفرض إنه جملة بالبروبوزيشن بي بحكي لك سوب comes with an entry والكيو سلط comes with an entry، أو نحكيها بجملة ثانية، أنت رحت على مثلا مطعم شاورما، تمام؟ بحكي لك إنه الشاورما مثلا بتيجي يا مع بيبسي أو عصير، بس التنتين مع بعض ما بيجوا، يعني يا بتاخذ بيبسي يا بتاخذ عصير، ولازم تاخذ واحد فيهم. هاي من لما تشتري الوجبة، يا بتاخذ بيبسي يا عصير، بس not both، مش مع بعض، واحد فيهم ولازم تاخذ واحد، يعني ممنوع لا تترك واحد، ممنوع تتركهم ما تاخذ بيبسي أو عصير، وممنوع تاخذهم الاثنين. تمام، فلو حكينا نمثلها بالتروث تيبل هون بي كيو، كيف نوزع؟ شو حكينا؟ التوزيع نوزع زي ما تعلمنا فوق عند قبل شوي عند الاند، فترو ترو من هاي التوزيع دائما على القاعدة 2 قوة ان، فولس فولس، وهون ترو فولس ترو فولس، بزبط اخذ بيبسي مع عصير. نفرض انه هاي انا بدي اخذ بيبسي وهاي بدي اخذ عصير مع الشاورما، بزبط اخذ بيبسي وعصير مع بعض؟ لا ما بزبط، يا باخذ بيبسي يا باخذ عصير. انا هون بدي اخذ بيبسي بس ما بدي اخذ عصير، بزبط؟ هون الجملة ترو. بزبط اخذ عصير بس ما اخذ بيبسي؟ بزبط برضو، فراح تكون الجملة ترو. بزبط ما اخذ بيبسي ولا عصير؟ حكينا لا، من شروط الوجبة انك تاخذ الثنتين. طبعا الجدول جاي معجوق شوي بس الفكرة انه واضح وسهل. الباي كونديشنال او نقدر نسميه الاف اند اونلي اف. كيف يعني؟ يعني اذا انت اخذت ركبت في الطيارة تيك ذا فلاي، انت اكيد شاري تيكت. كيف يعني؟ المثال يعني اذا طلعت بالطيارة وسافرت مثلا، فانت اكيد شاري تيكت، او اذا انت شاري تيكت بتقدر تسافر بالطيارة. هالإشي يعني إذا أنت شاري تيكت تقدر تسافر بالطيارة، أو إذا أنت طرت فأنت أكيد شاري تيكت. يعني إذا حدث هاد فهاد بصير، إذا حدث هاد فهاد بصير، وإذا حدث هاد فهذا أكيد بصير. نفس الإشي يعني الجملتين هم بزبط أعكسهم زي ما بدي. نرسمها بالتروث تيبل. باي كونديشنال او اف اند اونلي اف كيو. تمام، كيف نوزع؟ ترو ترو، فولس فولس، ترو فولس ترو فولس. تمام، اذا انت اخذت اشتريت اذا انت طرت فمعناتها انت شاري تيكت. هالاشي بزبط؟ اكيد بزبط. اذا انا طاير بالهواء وراكب بالطيارة وطرت وخلصت فانا اكيد شاري تيكت. اذا انت طرت بس ما شريت تيكت، هالاشي منطقي؟ يعني انت طلعت في الطيارة بدون ما تشتري تيكت؟ لا، اشي مش منطقي، فهاي جملة فولس. او اذا انت شاري تيكت بس ما بتقدر تطلع في الطيارة، بزبط؟ هالاشي برضو هالاشي مش منطقي. اذا انت ما شريت تيكت، اذا انت ما طرت وما شريت تيكت فمعناته ما هالإشي بزبط. يعني إذا أنت ما بتقدر تطير فهذا الإشي لأنك مش شاري تيكت، أو إذا أنت مش شاري تيكت ما بتقدر تطير. يعني الجملة هي بالعكس جاي عكس بعض. هيك إن شاء الله إحنا تعرفنا على شو هي البروبوزيشن واللوجيكال أوبريتورز، وإن شاء الله بالفيديوهات الجاية رح نكمل على نفس الموضوع. يعطيكم العافية.